انترفيو معنا فخبرنا شو على الايفنت. إيف خلينا اليوم نبلش من بيت شباب، خبرونا شو عم تعملوا ببيت شباب؟ شو هالمشروع الحلو؟ برأي مين داعمكم؟ وين صرنا بالتصفيات؟ كم حدا مشترك؟ خبرنا كل شيء فيك تخبرنا إياه. ورا طيب خليل مثل ما بتعرف دائما استاذ نجيب القاعه موجود معنا، يعني عم نحكي ام تي في، عم نحكي صوت لبنان، ثانك يو شرفتنا. عم بحكي مع استاذ جول ياشي اللي هو ممثل وزير الياشي، كمان وزير الاعلام. عندنا استاذ غسان مخيبر موجود معنا، يعني مثل ما شايف تقل موجود، واكيد لعيد ياس سلوم مشكور لانه اجى وحط التقل كله للجيش مع قائد الجيش، ثانك يو. ورح نضل نزعجك مش رح تهرب منا. سو هيدا الايفنت عنينو انا وسيرج، سيرج زهار، نحن شركة ادرينالين رش برودكشن. حبينا نعمل هيدا الايفينمون برعاية البلدية وبدعم من رئيسها، دعم الكامل من رئيسها، رئيس البلدية استاذ ياس الاشهر مشكور. سقف للرئيس. اكيد سقف للرئيس، مان درنرز سقف لكم. لا يا مان درنرز بس معنا الزقفة. مين شو كان راكب الزقفة منكم؟ لك هيدي زقفة. واكيد باسكال اشقر تحية كثير كبيرة له، يعني لو مش من باسكال اكيد ما كان عندنا ايفنت اليوم. خبرنا شو المعيار اليوم في اشتراك بيدفعوا، كيف عم بتصير الخبريه؟ شو المعيار لواحد يشارك بسباق لاتافيه اليوم؟ هو في اشتراك بس اشتراك رمزي كثير، حبينا نعمل اشتراك كرمال نقدر مش كل العالم تجي تشترك، لانه بتعرف انه صار عندنا كثير عدد وعدد كبير. وامبارح كمان اجوا جربوا تراك فلاقوا في ناس ما قدرت تكفت معنا وانسحبت. اليوم مثل ما شايف عنا حدود تقريبا ل 60 آلية تقريبا. بوجود اكيد البطل لبنان لوران داغر، دائما لوران داغر عم بيواكبنا بكل احداثنا، وهذا بطل كبير يعني ما فينا نحكي عنه، لازم يكفي. فاذا اليوم عندنا 60 مشترك هلا عم خلصين هلا وقتوا هيدا الايفنت مين بتتوقع يكون رح يربح؟ هلا اسم بتتوقع يربح؟ بلش بثالث فريق. ليك هذا سؤال كبير انا ما في احكم، بفضل الصبع يحكم، بس اكيد انا وخيي حبيب قلبي سيرج حبينا انه كله يكون منظم كرمال ما يكون في اي تخربط بالنتائج. طيب ايف وين معقول نشوفك غير ببيت شباب؟ انا موجود بكل لبنان وبالشرق الاوسط، مش بس بلبنان، بالشرق الاوسط وقريبا افريقيا. اوكي جود لك والله يوفقك والله يرد عليك اكيد خطره هاللعبه، بدعي لكم انه الله يرد عليك. ميرسي كثير استاذ.